السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من الموبايل سيكيورتي. النهاردة عايزين نتكلم على موضوع مهم جدا وهو الموبايل ديفايس مانجمنت. يبقى حضرتك عندنا أورجانيزيشن، الأورجانيزيشن دي فيها موظفين كتير. أنا مش عايز الموظف يدخل بالتليفون بتاعه، التليفون بقى أداة تجسس، فأنا مش عايزه يشتغل بالتليفون بتاعه، لكن أنا عايز أتواصل معاه، فأنا هديله تليفون من عندي أنا كشركة، أنا هديله تليفون، والتليفون بتاعي ده هديهوله يروح بيه عشان يعمل الشغل بتاعه من عليه في البيت، أو يتواصل بيه من البيت، أو هبعته في مهمة خارج المحافظة أو خارج البلد، وهبقى شايفة باللوكيشن، الجيو لوكيشن بتاعه، تمام، الجيو لوكيشن، هبقى شايف حضرته راح البلد دي وبيعمل الجوب دي ولا لا، تمام. فأنا حضرتك هديله جهاز، هعمل له موبايل ديفايس مانجمنت، بحيث ان انا هتحكم في السوفت وير اللي يقدر يستخدمه، هتحكم في البرميشن اللي يقدر يعملها على الجهاز، هتحكم يسجل الداتا فين على الجهاز ولا على الكلاود ولا على موقع الشركة، هتحكم انه ما يقدرش يبعت اي حاجة من الموبايل لاي حد، تمام، الا الاوثورايزد مني ان انا يبعت لزميله في الشركة او كذا او كذا، تمام. هتحكم ان هو ما يقدرش يلغي الجيو لوكيشن بتاعه، ان انا اعرف مكانه فين، هتحكم ان هو ما يقدرش يلغي اي فيتشرز انا فاتحها، هتحكم ان انا انزل له ابديتنج للسوفت وير ريموتلي من وانا بعيد، تمام، هتحكم انه لو مشي من الشركه وقال مش راجع لكم تانية يا ولود الذين، ان انا امسح له الموبايل بتاعه ريموتلي من الشركه. يبقى ده كده خلاصه اللي احنا هنقوله النهارده في الموبايل ديفايس مانجمنت. يبقى حضرتك عندنا محاضرة مهمة النهاردة في الموبايل ديفايس مانجمنت، تعالى نشوف هنعمل ايه. يبقى الانترودكشن للموبايل ديفايس مانجمنت بيقول لك ان احنا عندنا الام دي ام بقى مهم جدا للاورجانيزيشن عشان تبروتكت الداتا بتاعتها. البرزنتيشن دي هتشرح لنا يعني ايه الام دي ام. يبقى الموبايل ديفايس بتاعك فيه سكيورتي كتيرة، واحنا مش عايزين السكيورتي دي تتنقل للمؤسسة بتاعتنا، ومش ناقصين ريسك يجي عندنا في الشركة بتاعتنا، فاحنا والله هنعمل حاجة جديدة ان احنا هنديك موبايل ما فيهوش اي سكيورتي من وجهة نظرنا، تمام. فاحنا الكي كومبوننت بتاعتنا ان احنا هيبقى عندنا ديفايس هنسجل فيه موبايلات الناس دي، بعد ما ندي كل موظف موبايله هنسجل كل موبايل خده الموظف مين، تمام، والمتاح ليه يعملوا ايه على الموبايل، 1 2 3، تمام. يبقى انا هيبقى عندي الناس انرولمنت على السيستم، بقيت انا شايف كل موبايل مين اللي ماسكه وايه الفيتشرز اللي مفتوحه له. في بوليسي انفورسمنت، بقيت انا حاطط بوليسي لاستخدام هذا الموبايل في حاجات محددة بس، اند مونيتورنج بقى، يعني انا بقول له هو بصريح العبارة بدل ما كان موبايله بيتجسس عليه، لا يا عم انا مديك موبايل ما تجسس على حضرتك عشان اعرف انت بتعمل الجوب بتاعتي ولا لا، وعشان سكيور الشركة. انا في الشركة بنعمل بيتنت جديد، بنعمل فكرة جديدة، حاجة جديدة مش عايزينها تروح للسوق بره، فمش عايز اي وسيلة ان هي تطلع بره. وكان في فيلم زمان مشهور في المخابرات، واحد بيدخل الفلاش تحت الكوباية بتاعة المج بتاعه وبيعدي بيه من الجيت بتاعة التفتيش، وهي دي الفلاشة اللي سربت العمليات المخابراتية بره، حاجة زي كده يعني. فكل مؤسسة عايزة تحمي المهم الحاجة بتاعتها. Implementing security policies، يبقى establishing clear and comprehensive security policies is fundamental. لازم انت الشركة تقول والله البوليسي بتاعت السكيورتي تتمثل فيه ان انا هعمل 1 2 3، والباسورد لازم تكون essential، والداتا encrypted لازم تكون موجودة،
البروتوكول اللي هستخدمه انا بقى كام دي ام انا اللي هحدده، تمام؟ هحدد انهي انكريبشن يتم، تمام، على انهي نوع من الداتا يتم، والداتا يتعمل لها باك اب امتى. كل ده انا كام دي ام انا اللي هستخدمه. يبقى اول حاجه بنعمل ديفايس انرولمنت بروسيس، هنسجل الجهاز بتاعنا على السيستم، ريجستر على السيستم، وبالتالي بقى عندنا حضرتك ممكن السيستم ده يوتيلايزنج اوتوماتيد انرولمنت سوليوشن كان سيجنفكتلي ريديوسنج ادمنستريتيف اوفر هيد. يبقى كمان ممكن نخلي عمليه الانرولمنت دي اوتوماتيك على السيستم، وانس ان هو استلم الجهاز اوتوماتيك بيستلم عليه الحاجات دي. مونيتورنج بقى، يبقى حضرتك continuous monitoring of mobile devices is essential. لو انا مديك الموبايل عشان ايه؟ عشان اراقب انت بتعمل ايه؟ طب اقعد بقى اراقب، تمام؟ في غرفة مراقبة، تمام؟ لكل الموبايلات، وفي الريال تايم شايفين، ممكن افتح السبيكر عنده والميكروفون يعني عنده كمان، عفوا، هفتح الميكروفون واشوفه بيقول ايه، هفتح الكاميرا واشوفه بيعمل ايه، هفتح الفرونت كاميرا اشوف هيئته ايه وهو بيقابل الناس، الباك كاميرا مين اللي قاعد معاه، الجيو لوكيشن اشوفه هو موقعه فين دلوقتي، تمام، افتح اشوف بيشوف ايه على الشاشة دلوقتي. كل الحاجات دي حضرتك بقت موجودة لان انت تعمل مونيتورنج على الناس. وكام دي اي كام دي ام انا اللي بحدد الانكريبشن تكنيكس كمان، تمام، فبالتالي كده كده لازم الداتا تبقى انكريبتد، تمام، لكن انهي نوع من انواع الانكريبشن تكنيكس انا كام دي ام انا اللي بحدده، بحيث ان ايه تبقى حاجه كويسه. الراجل قال مش جاي الشركه ومش مرجع لكم الجهاز، تمام، يبقى ريموتلي وايب كابابيلتيز، يبقى انا بمسح الداتا بتاعتنا اوتوماتيك بضغطه زر من ريموتلي من وانا قاعد في مكاني، هصفر له الجهاز بتاعه، مش هيبقى عليه ولا اي انفورميشن يقدر ان هو يستخدمها، بل على العكس ممكن كمان اقفل كل الفيتشرز اللي فيه بحيث ان هو اقدر كمان ما اقدرش يستخدمه كتليفون. بس حضرتك لازم ان انت تترين الناس بقى، يعني انت جبت الناس، ما تبقاش عاملها مفاجأة ان انا بقدر اعمل كذا 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 كذا، لا، انت ممكن تخوفهم من الاول. يعني انا تعالى يا عم انت وهو، الشركة دي فيها بيانات حساسة، ولضمان امنك وحمايتك و و و و وامن الشركة احنا اخذنا الاجراءات 1 2 3 4 وبنقدر نعمل كذا 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 كذا، ممكن تخبي فيتشرز ولا اتنين، تمام، لكن ايه حضرتك بتدرب الناس كمان ازاي يتعاملوا مع البرامج الانكريبشن و الباك اب، وان هو ما يقدرش يعمل كذا، فانت ما تقول له انت ممنوع ان انت تتصل بحد من التليفون ده، او تبعت لحد من التليفون ده، او تشير كذا من التليفون ده، او فانت ريحته بدل ما يقعد يحاول ويجرب، تمام، ويضيع وقته ويضيع وقت الشركه. فحضرتك كمان انت علمته، عملت له تريننج وعملت له اويرنس باللي ممكن هو يتعرض له لو ان هو اخترق هذه الرولز، تمام، فحضرتك انت بتاندرستاند الناس دي البوليسز بتاعتك، وبالتالي بيبقى عندك ادوبت سيف بيهيفير لما الناس دي تستخدم الموبايل بتاعهم. الام دي ام بقى نفسه اللي انت استخدمته لازم ان انت تافلويت بقى، تمام، يعني هنقعد بقى في نهاية كل ترم مثلا كل 3 اشهر بنقعد بنقيم الام دي ام بتاعنا ده فعال ولا مش فعال، ايه الفيتشرز بتاعته الجديده اللي ممكن نضيفها له، تمام، ايه الفيتشر اللي المفروض ان احنا نمسحها، هل في حاجه نزلت في السوق بقى لازم نغطيها، بقى في اختراق جديد نقدر ان احنا نقويه وندافع عنه في اجهزتنا. فبقى عندك حضرتك ايفالويشن مهم جدا ان حضرتك تعمله للام دي ام سوليوشن بتاعتك، وتشوف زي ما قلنا بقى من شويه الفيتشر ترند بقى ايه يا اخوانا اللي بيحصل في الدنيا، تمام، ده دخلوا يا عم الاي اي في الموضوع، وبقى عندنا في حاجه اسمها زيرو تراست موديل، ومش هينفع ان احنا نعمل ديفنس اجينست الزيرو تراست موديل او الزيرو فيروس ثريتس، تمام، وعايزين نعمل زيرو تراست موديل. يعني بقى حضرتك في شغل كل يوم مع الأسف بيتم باستخدام الذكاء الصناعي، فلازم حضرتك إن إحنا ما نبقاش جامدين في مكاننا، ولازم إن إحنا بن up to date كل الجديد في الدنيا بتاعتنا. طب تعال نشوف بقى حضرتك أنت الراجل اللي هتمانج الديفايس إزاي. ما أنا عندي ملفاتي بالـ XML موجودة، تمام،
ممكن اعرف الكونفيجريشن سيتنج بتاعتي شكلها ايه، ممكن احط الاوبشن سيتنج كمانفاكتشر بتاعتي شكلها ايه. انا اقدر انزل له البرامج اللي جت وايرلسلي كمان، يعني من غير ما اقول له بقى انت هنعمل ابديتنج للبرنامج كذا او نزل برنامج كذا، انا تعالى بقى المكتب عشان انزله لك. لا، ده انا على طول اوتوماتيكلي هنزله على جهازه من غير حتى ما هو ياخد منه بيرميشن، لان هي دي الرولز بتاعتنا. تمام، فبالتالي انا حضرتك بقدر اعمل كده. وفي برامج زي ما حضرتك شايف تقدر تساعدنا في هذا المجال. وقبل كان عندها برامج في البيزنس، تمام، هجيب لك دلوقتي اللينك بتاعها، لكن عندها في البيزنس بتاعها كان الديفايس مانجمنت والابلكيشن لايسنس وانيبل تو ابلاي سكيل تو سكيورتي اند انيبلمنت. فدي حضرتك كانت الابل عندها مشاكل، فطلعوا بقى ديفايس انرولمنت بروجرام، تمام، وبقى عندهم حضرتك بيزنس مانجر كويس قدروا ان هم يحلوا بيه المشكله دي. وفي الاندرويد نفس الكلام، بقى عندنا اكسس فايل سيستم، مش اي حد يقدر ياكسس الفايل، بقى عندنا ممكن نتحكم في مالتيبل يوزر، مين يشوف ايه ومين ما يشوفش ايه. فاكستريم كاستمايزيشن بقت موجوده. كل الحاجات المرتبطه بالشركات دي ما كانش تنفع تشتغل قبل اندرويد 9 ما ينزل، تمام. فمن اول اندرويد 9 بقى وانت ماشي كده، وصلنا 13 او مش عارف 14 نزل ولا لا، فحضرتك بقى نقدر نعمل ديفاين الاونر شيب ونعمل سكيور وسكيلابل ديبلويمنت للبرمجيات بتاعتنا دي. ممكن حضرتك تزور الموقع الظريف ده www.android.com enterprise عشان تشوف الموست بوبيلر موبايل بلاتفورم بيلد فور بيزنس. يبقى حضرتك انت كده بتشوف بقى البيزنس بيعملوا ايه كام دي ام، تمام، في شركاتهم عشان يقدر ان هو يعمل سكيورنج للشركه بتاعته، ويقدر ان احنا زي ما شفنا كده بيتحكم في كل الشغل بتاع الموظفين بتوعه ويراقبهم مراقبه فعاله، ويقدر ان هو يتحكم في السكيورتي بتاعت الداتا بتاعت الشركه بتاعته. والكونكلوجن بتاعتنا ان احنا حضرتك implementing effective mobile device management strategy is essential، مش تهريج، is essential for enhancing organization security. يبقى دي حضرتك الخلاصة بتاعت موضوع النهاردة، ويا رب تكون المحاضرة خفيفة وظريفة. شكرا لحضرتك.